أما ما يفسد الصيام ويوجب القضاء والكفارة فهو ليه؟ الجماع، أن يجامع الرجل أو الزوج زوجته، ففي هذه الحالة عليه القضاء وليه؟ والكفارة. قضاء يعني هيقضي يوم مكان هذا اليوم، وعليه ليه؟ الكفارة. الكفارة مش الفدية، عشان كده قلت لك خد بالك من مصطلح الفدية حينما إيه؟ حينما ذكرت. يبقى مرة أخرى، ما يفسد الصيام ويوجب القضاء والكفارة هو ليه؟ هو الجماع. والكفارة على الترتيب، أن يصوم شهرين متتابعين. شهرين متتابعين يعني شهرين متتابعين، يعني لا لو أفطر يوم مثلا فرضا، هو صام فرضا يعني صام 45 يوم، وجي يوم وأفطر فيه بدون عذر، يعني مثلا من لم يكن مريض أو مسافر، وجي يوم وأفطر فيه يعيد الايه؟ يعيد الصيام من الجن. هذا هو المقصد بقولنا متتابعين، يبقى يصوم شهرين متتابعين. فإن عجز عن الصيام حقا يجوز له عند ذلك أن يطعم 60 مسكينا. كم مسكين؟ 60 مسكين. 60 إيه؟ 60 مسكين، بس لا يطعم وهو قادر على الإيه؟ على الصيام، لأنه لو أطعم المساكين وهو قادر على الصيام لا تقبل منه الإيه؟ لا تقبل منه الكفارة. وهذا واضح في حديث الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله هلكت. هلكت يعني أنا عملت شيء إيه؟ يهلكني، أو وقعت في التهلكة يعني. فالرسول قال له: ما لك يا عم الحاج؟ فقال له: والله ده أنا كنت جالس في البيت مع زوجتي فظهر لي منها شيء فوقعت عليها. تقريبا يعني شاف كده شيء من زوجته، فوقع الشيطان هكذا فوقع عليه. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله هلكت. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يعني أتستطيع أن تعتق رقبة في عتق الرقاب؟ لأن أول شيء بس أنا لم أذكره لأنه غير متوفر الآن، يعني عتق رقبة. فقال له: لا، تصوم شهرين متتابعين. قال له: هو أنا وداني في مشكلة غير الصيام. أنا مش أنا ما قدرتش أصلا أصوم عن زوجتي وأصوم كده في وهو أصلا كان مريض تقريبا. فالمهم في نهاية الأمر أطعم 60 إيه؟ أطعم 60 مسكينا. وهذا الحديث رواه الإمام إيه؟ البخاري وغيره. يبقى إذن الكفارة كما قلت على إيه؟ على الترتيب. زي لو أنتم تتذكرون حينما تحدثنا عن كفارة الإيه؟ عن كفارة اليمين. لما تحدثت عن كفارة اليمين قلت بأن كثير من الناس حينما يقع يمينه أو حينما يقع القسم الذي أقسم به مباشرة يصوم ثلاثة إيه؟ ثلاثة أيام. وده خطأ، لأن حتى الله سبحانه وتعالى يعني جعل موضوع الصيام ده بعد الإيه؟ بعد الإطعام. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين، شوف هنا 10 مساكين، من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، يبقى هنا صيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة إيه؟ فصيام ثلاثة إيه؟ يبقى هنا في 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 كفارة اليمين في الصيام أولا، عفوا الإطعام أولا، في كفارة اليمين الإطعام إيه؟ فكفرت إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة إيه؟ فصيام ثلاثة أيام. إنما في الصيام اللي هي في الكفارة في الصيام، الصيام أولا. لماذا؟ تأديبا له، إنه أصلا هو المشكلة عنده في موضوع الإيه؟ هو تعدى حدود الله سبحانه وتعالى في مسألة الصيام فعوقب الجزاء من جنس الإيه؟ العمل. فكان العقاب او كانت الكفاره من جنس الايه؟ من جنس ما تجرأ به على حدود الله سبحانه وتعالى. انت فطرت يوم ولم تستطع انك انت تجاهد نفسك، ولم تستطع انك انت يعني تحبس نفسك الاماره بالسوء، ففي هذه الحاله مكان هذا اليوم هيكون فيه 60 ايه؟ ده هيكون تقريبا 61 يوم، لان القضاء والايه؟ القضاء والكفاره. القضاء يعني يقضي يوم مكان هذا اليوم، والكفاره اللي هي كم شهرين متتابعين. شهرين بقى على حسب، ممكن الشهر يبقى 29، ممكن الشهر يبقى 30، يمكن حظه الشهرين يبقى 30، فهو على حسب يعني. مش هتفرق مثلا 59 من 60 ايه؟ من 60. لكن المقصد ان يصوم ايه؟ ان يصوم شهرين متتابعين. السؤال: وعلى الزوجه كفاره مماثله،
ده خراب بيوت. يعني هيطعم 60 مسكين والزوجة كمان تطعم 60 ايه؟ وطبعا الزوجة لو عريدته بتاعه ولا على ولا يعني على ذمته المالية ولا يلا تصدى ان تكفر عنها، هو طبعا هيكفر عنها صح ولا لا؟ وعلى الزوجة يبقى واحد بصر في طب وايه وعلي في نهار رمضان تعالوا المسجد، المسجد مفتوح طول النهار يا جماعة. فعلى الزوجة كفارة مماثلة إذا كانت مطاوعة له في الجماع. إذا كانت إيه؟ ما هو ممكن أصلاً ممكن يكون الترغيب من الإيه؟ من المرأة صح ولا لا؟ ممكن المرأة هي التي تغره، فالموضوع يأتي من الإيه؟ من المرأة. أو يعني يأتي من الرجل والمرأة إيه؟ والمرأة لا تمانع. ففي هذه الحالة عليها كفارة إيه؟ كفارة مماثلة، وهو قول الجمهور. إنما إذا أكرهت على هذا، إذا أكرهت يعني أكرهها زوجها، في هذه الحالة عليها الإيه؟ عليها القضاء وليس عليها الكفارة. الكفارة تكون على الإيه؟ على الزوج، والمرأة يكون عليها الإيه؟ القضاء. السؤال كما قلت: من تقرر منه الجماع في يوم واحد؟ الرجل بقى قال لك أنا خلاص فطرت فطرت فجامع أكثر من إيه؟ من مرة. طب في هذه الحال يكفر أكثر من كفارة؟ فالفقهاء يقول: من تكرر منه الجماع في يوم واحد تكفيه كفارة واحدة إذا لم يكفر. يعني إذا لم يكفر، وهذا الأمر بإجماع الفقهاء. يعني ممكن جامع مثلا في 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 الصباح مثلا، وبعدين في مثلا أيام إن كانت الرقبة موجودة أعتق رقبة، فكده كفر عن الإيه؟ عن عن الجماع. فرضا انه جامع زوجته مره اخرى، ففي هذه الحاله عليه كفاره ايه؟ عليه كفاره اخرى. فمن تكرر منه الجماع في يوم واحد تكفيه كفاره واحده اذا لم يكفر. لو لم يكن خلاص، طبعا لو في هذه الحاله يعني في ايامنا صعب عشان لسه عشان يشوف ال 60 مسكين عشان يطعمهم، او يصوم 60 يوم من بعد رمضان، ففي هذه الحاله صعب ان هو ايه؟ ان هو يسرع بالكفاره في نفس اليوم يعني. لكن من تكرر منه الجماع في يومين فأكثر، ممكن واحد يقول لك ممكن جامع زوجته مثلا في يوم في بداية رمضان، يوم آخر في نهاية رمضان، هكذا. فمن تكرر منه الجماع في يومين فأكثر تلزمه كفارة لكل يوم جامع فيه. يعني كل يوم جامع فيه له كفارة. طب إيه الحجة في هذا؟ لأن هذا الأمر هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور من الأئمة الفقهاء. وذلك لأن صوم كل يوم عبادة منفردة، فإذا وجبت الكفارة بإفساده لم تتداخل الكفارات في بعضها. أصلا هو كل يوم كده يوم مستقل، عبادته من إيه؟ منفردة. فأنت لو أفسدته بالجماع يبقى له إيه؟ على هذا اليوم كفارة. يبقى إذن إذا تكرر الجماع، يبقى خد بالك من هذه النقطة، إذا تكرر الجماع، وخلي بالك أنت ربما تستغرب من هذه الأشياء، بس أنا والله بتجيني فتاوى كثيرة في هذه الأمور، ويجامع، لا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني الأمر للأسف الشديد كثير من الإيه؟ يعني البعض، مش عاوز نقول كثير يعني، حتى البعض من الناس بيقع في هذا الإيه؟ بيقع في هذا الأمر، ربما بحجة أنه لا هو بيقول لك أنا والله ما كنتش عارف، بس هو في الأساس بقى غرته نفسه ولا غره ايه؟ غره شيطان. فمن تكرر منه الجماع في يومين فاكثر تلزمه كفاره لكل يوم جامع فيه كما قلنا، وهو مذهب الجمهور. وذلك لان صوم كل يوم هو عباده منفرده، فاذا وجبت الكفاره بافساده لم تتداخل الكفارات مع بعضها. هنكتفي بهذا القدر غدا بمشيئه الله سبحانه وتعالى. غدا يعني ان شاء الله نواصل، يعني غدا الاحد يعني بمشيئه الله عز وجل، نواصل الحديث في الضروري من احكام الصيام، نتحدث عن الاشياء التي يباح للصائم ان يقوم بها، لان في كثير من الاشياء ربما يظنها بعض الناس مفطره وهي لا تفطرهم. فديت هذه الامور نتحدث عنها بمشيئه الله عز وجل.